فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نرد على من يقول إن الإنسان حر في عقيدته، أخذا من قوله سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ سبحان الله، ورمى كمل الآية: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراط وساءت مرتفقة. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم الثواب وحسنت مرتفقة. ورمى يكمل الآيات، ياخذ بس يقطع كلمة واحدة توافق هواه. ما هو بهذا للحرية، هذا للتوبيخ، هذا كلام توبيخ والعياذ بالله، تقريع وإهانة. وله بالإنسان حر في عقيدته، الإنسان عبد لله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت عبد، أنت عبد مهما كنت، أنت عبد لا تخرج عن العبودية. فإما أن تعبد الله وإما أن تعبد الشيطان، وإما أن تعبد الهوى أو تعبد الأشجار والأحجار والقبور، أنت عبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وهو عبادة الله جل وعلا، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشيطان. فلا بد أنك عبد أنت. العبودية يصفها لك الآن، يعبدون الفروج، يعبدون البقر، يعبدون أشياء تافهة، لأنهم تركوا عبادة الله فابتلاهم الله بعبادة غيره إهانة لهم والعياذ بالله. أي من يعبد البقرة أو من يعبد الله؟ لا، سبحان الله. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.